مواطن زعلان ويطالبني اني اعرض هذا التقرير. حاضر، ووصلنا عبر الواتساب واحنا وعدنا نعرضها اليوم. تنكر الماي بعشرة دنانير والمواطن زعلان. انا على اساس هذا التقرير، وهو تقرير يعني يمسنا كمواطنين نتيجة غلاء الاسعار اللي قاعد نحس فيه وكلنا متضايقين منه، شو راح تعطوني تعليق؟ انا بصراحة من كثرة يعني تعليقاتكم بالحساب التويتر جدا اسعدتني، ويقولون نعطي عنوان لاي تقرير. راح اكون الان راح نسوي شغله، اي تقرير من عرضه نقول لكم شنو تعليقكم عليه ونكتب افضل تعليق. ابي تعليقكم الجاي على التقرير الجاي. تنكر الماي وغضب المواطن الكويتي، التنكر اللي صار كان بثلاث واربع دنانير صار بعشر دنانير، شنو تعليقكم؟ رسالتكم لمنو؟ خلينا نقراها بعدها التقرير، وليكم تستعيلون فيها اقراها على عبر التويتر. راح اقرا كل رسائلكم عبر التويتر، وطبعا الواتساب مو وياي لانه يكون مع فريق الاعداد يتابع معاكم، والواتساب اللي قدامكم مخصص فقط للفيديوهات. يا ليت اعزائي المشاهدين، فساد في اجهزه حكوميه باي مكان تشوفونه نزوه وراح نعرضه. بعرض لكم تقرير تنكر الماي وزعل المواطن، واعطوني تعليقكم. عطني التقرير يا مخرج. محمد الملة، هذا تنكر مياه عذبة غير مخصص للبيع ويوزعون على هالمخيمات، وكم؟ بعشر دنانير الدبة، بعشر دنانير. يرضيك يا محمد؟ يرضيك؟ إذا يرضيك شيء ثاني. يا بعد قلبي ما يرضيني، تنكر غير مياه غير مخصص للبيع ويبيع ماي وبيعه بعشرة، فرصة لنهب جيب المواطن. تنكر بثلاث وأربع دنانير يعبي بالمحطة بسعر، ويحق المواطن المحتاج اللي غصبا عليه يأخذ منه بعشرة. شو يسوي المواطن؟ بس دورك هني تتعزى المشاهد، تتصلون على وزارة التجارة في الرقم اللي حطيته وزارة التجارة، يقولوا تنكر رقمه كيت وقاعد يبيع الماي، خليون حماية المستهلك ويقبضون عليه ويخالفونه. أيضا لنا دور في هذه القضية أيضا. لكن شنو تعليقكم؟ بس أنا بقول شغلة قريت اليوم كاتبها الفيصل في التويتر، خوش كلام. قال لي أبو أحمد، وزير التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة سوى خلال 188 يوم عمل، ياليت وزير التجارة الكويتي يسمع، خلال 188 يوم عمل أغلق شنو وزير التجارة السعودي؟ شركة نيسان، معرض مانجو، 13 صيدلية، 44 محطة بنزين، و93 بقالة، ويقول حتى وكالة بورشة بيسكرونها. هذا وزير التجارة اللي نبيه، هذا الوزير اللي يغلق المحلات المخالفة واللي تخالف في الأسعار، لأن عملية افتعال أزمة في الأسعار هي أزمة وتمس أمن الوطن واستقرار الوطن. موضوع مو سهل، هذا دور كبير على حماية المستهلك. وانتو كمواطنين اي واحد يستغلكم رفع الاسعار، دقوا على وزارة التجارة وخلي ياخذون اجراءهم. انتو ايش تعليقكم يا اهل الكويت على موضوع المواطن والتنكر الزعلان؟ هنشوف. مدريدي ملك يقول لي تنكر ماي بالهيل والزعفران، معقول؟ زين بتقول هم ديرتنا هم يغشون. جاسم بوهندي، حركة من الحكومة للتنمية لرفع الديزل وإرضاء البعض وما حاسبوا صداقة الديزل. وحسينات تقول لي في لبنان أصحاب محلات ديزل كهربائي وضعوا إعلان إعارة الدفايات حتى نهاية الأزمة، وفي الكويت ناس تستغل فرص على حساب المواطن. حسين مولي يقول تنكر فلوس على كيفي. بو جابر يقول ترى للعلم رقم 105 التابع ذاتي ما حد يرد عليك. معقولة؟ 135 اللي حطته وزي ما حد يرد، مصيبة. ياليت الإعداد يوم الأحد كذي العصر اتصال على 135 ونشوف. اي والله فرصة ينهب المواطن ما يجوز. اشرب ماي وقول باي باي، اعتمدوا هذا التقرير لتنكر الماي، اكتبوا اشرب ماي وقول باي باي. آخر تقرير هو